الله 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 سكينة وحيد شيت يقدم دي نصيحة خدوا بالكم الطبق دوت طبقنا على الطبق احنا اتفقنا طبق النجوم النجوم طبقنا وطبقكم ضيوفنا يومات يجونا بيجونا ويأكلونا بيقدموا لينا كذا حلافية أكل يفاجئ الأكل كله حقيقي عربي أوروبي جريجي الأكل كله حقيقي عربي أوروبي جريجي يا عيني على الصلاة طبق النجوم طبق النجوم طبق النجوم هيدوقكم آه يا بختي كيلو الأكل من قدامك الفرخة رايحة هلا سايحة والإسكالوب والشربة شب طعم السبانخ الريحة فايحة في الفرن طايحة طعم البطاطا والكنتالوب طعم السبانخ والبكا بوكو بوكو دمياوي كوكو هنأكلوكو وننصحوكو ونضحكوكو كوكو كوكو ونروقكو ايه ده؟ ايه الحكاية؟ انا بيت الاشباح ولا ايه؟ ايه الضلمة دي؟ نور النور نهار جنينة نور النور فول عب ايوه كده معقولة كده معقولة قوي انتوا عارفين انا جاي ليه بس مش هتكلم دلوقتي هتكلم بعد ما اسقي الزرع الزرع ده جميل جدا انا بحبه قوي بحب حاجة اسمها زرع والله
أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، البدانة. النصيحة دي مكتوبة لكم، لكن أنا بعمل بيها قبلكم. ودلوقتي أيها السادة معانا هبا هبا هبا. ودلوقتي هقدم لكم طبعا نجم الليلادي، نجم الطبق، طبق النجوم. الليلادي النجم اللي معانا مش عادي، صوت جميل، صوت جميل، صوت جبلي قوي عريض، يشجي النفس ويشجي الروح. صوت احنا عاوزين 20 زيه عشان الغنى والطرب يرجع زي زمان، زي العهد الجميل بتاع الغنى، زي عصر الغنى الجميل. عارفين مين هو المطرب الجميل الراقي جدا؟ أركان فؤاد. أركان فؤاد، أركان فؤاد. أهلا 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 يا أركان. أهلا 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 بك حبيبي. أهلا حي جماهيرك، جماهيرك هنا، حي جماهيرك اللي هناك يا راجل. جماهيرك عريضة جدا 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 ما شاء الله. بقولك إيه، أنا البيت بتاعي مش مطبخ بس، لا أنا عندي أوضة برتاح فيها، أوضة اسمها أوضة الجلوس. سعادتك عارف الكرسي اللي هناك ده اللي على الشمال؟ شوف هتقعد عليه ماشي. وأنا هقعد هنا ماشي. اتفضل اتفضل. لا لا والله اتفضل. أيوه الله. ما شاء الله ما شاء الله. الأستاذ أركان شرفنا النهاردة وهيعمل لنا طبق جميل جدا ولذيذ جدا جدا جدا. ازيك أركان؟ ازيك يا حبيب قلبي؟ ازي الصحة؟ أهلا وسهلا. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي. منور يا حبيبي، ربنا يخليك ربنا يخليك. أنت جاي منين بقى؟ جاي من شغل؟ لا أنا جاي من البيت. لا بصراحة أنا جاي من البيت. من البيت؟ متحضر لك. متحضر لك ما شاء الله، يعني متحضر للطبق نفسه. يا أخي أنا بحب فيك إنك أنت ملتزم ومحتفظ بكرامتك في الوسط. ربنا يخليك. الله يخليك. لأن أنا أعرفك من السبعينات، يعني شاب جميل تستطيع إنك أنت تبحث عن الشيء الممتاز وتعمله. الله يخليك. طول عمرك شهادة منك. أنا عارف، أنا عاوزك تفكر لي بالسبعينات. فاكر السبعينات؟ إيه الحكاية؟ إيه اللي حصل السبعينات ده؟ كان أنا شايف إن السبعينات الملاهي الليلية كانت عبارة عن استوديوهات عظيمة وعبارة عن مطربين بيجوا من أقصى البلاد لغاية شارع الهرم. ده كان إزاي ده زمان؟ إيه إزاي؟ كان في مطربين وكان في حفلات جميلة وكان في محلات طبعًا راقية جدا طبعًا. أنت كنت أحد الأعمدة الأساسية في هذه الملاهي الجميلة. إيه اللي جرى؟ إيه اللي جرى؟ أبداً حضارة. 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 يعني الحضارة اللي قبل اللي في السبعينات أحسن من الحضارة دلوقتي؟ لا يعني أنا بسمي حضارة إنه يعني الناس توجهت كلها وخاصة الـ18ات والعشرينات للديسكو والتقليد الغرب ومشاكل فهم بيسموها حضاره، ولكن احنا بنسميها طبعا الى الوراء تعاسه يعني. طبعا انت فاكر لما كان ساميه جمال قاعده تتفرج عليك الله، وسناء جميل والممثلين كلهم قاعدين على الترابيزات. سناء جميل حبيب قلبي دي جميل. شفت لما كنا نقعد نتفرج عليك وانت بتغني والناس تقول وبعديك مطرب عظيم برضو وبعد كده مطربه عظيمه. ايه الحكايه؟ ايه اللي حصل؟ انت مره طلعت ساميه جمال رقصت يعني شفت يعني ايه؟ وفايزة احمد الله وفايزة احمد طلعت غنت صباح جميله قوي صباح والناس دي يعني نفسنا تعود هذه الايام، لكن ما فيش فايده. لا هتعود ان شاء الله، هتعود ان شاء الله. طيب وفي امل يعني. لكن انت بدات في سوريا كمطرب سوري شامي ولا بدات هنا؟ طبعا بدات في سوريا. لا طبعا البدايات من بلد والواحد طبعا من بلد. حلب. انا بدات في سوريا. لا انا من جبل العرب. انا بدات في سوريا ثم توجهت الى لبنان، ومن لبنان جيت على القاهره بال 74. 74 فاكرك كويس قوي. 74 74 لغايه هنا قعدت لك هنا. لغايه ما اتجوزت المدام ولغايه أيوة. ما خلفت من مدام أيوة. ولغايه دلوقتي ما انت عارف التاريخ كله، ما انت هتطبخ في على ايديك كله. لا 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 عارف كل حاجه. انا طبعا لا يمكن ابدا يبقى يعني انت قدامي وما تغنيليش حاجه او ما تغنيش المشاهدين حاجه. أنا يعني بصراحة أركان. أنا سعيد إني أنا موجود معك. الله يخليك والله العظيم. أنت عارف أنت بالنسبة لي أنت أخ الله يخليك. فنان كبير كلنا نعتز.
مادو بالطعم الهوى ليلى ليلى نيالك اللي ما ذوق الطعم الهوى ليلة بتنام مرتاح البال كل ليلة كل ليلة أيوة نيالك نيالك اللي ما ذوق الطعم الهوى ليلة بتنام مرتاح البال كل ليلة وأنا يلي رماني الهوى بشباك ليلة محتار ومش عارف كيف الخلاص من هالعذاب من هالعذاب واحلى ما في الليلة بنت اسمها ليلى احب الاغنيه دي قوي بعيونها نار جايده ورمشها ضليلة بعيونها نار جايده ورمشها ضليلة واسمها ليلى يا سلام اسعدتني اسمع حته من فريد بقى عشان يعني افرح اكتر عيني حاضر هلت ليالي حلوه وهنيه ليالي رايحه وليالي جايه هلت ليالي حلوه وهنيه ليالي رايحه وليالي جايه فيها التجلي دايم تملي ونورها ساطع بين العلالي هلت ليالي هلت ليالي يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني انت استاذ اركان مش شايف ان احنا كعرب يعني مقصرين في القمم بتاعتنا القمم اللي هي قمم الغنائية يعني فريد راتش ألفيس بريسلي احسن منه بالنسبة للعرب لا طبعا انت لا طبعا. انت عارف ألفيس بريسلي ده معمول له ايه في امريكا معمول له متاحف مش متحف واحد انا مش شايف ولا كان السيد عبد الحليم وكان السيدة أم كلثوم السيدة فايزة أحمد دول لهم باع طويل بالفن وسنوات متصلة من الإبداع الفني يعني أغاني فظيعة جدا أنا أعتقد أنه بعد 20-30 سنة 50 سنة الأغاني دي مش هتكون موجودة طب ليه ما تكونش موجودة في المتاحف هتكون موجودة هي ونوتتها والأغنية ومين ألفها ومين لحنها ومين 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 أخبار ولادك إيه؟ في حد منهم هيطلع مطرب؟ لأن المدام مطربة وأنت أبدأ. مطرب بصدق بناتي أنا ما جبتش ولاد يعني ما هو الولاد يعني البنات والولاد البنت البنت زي الولد بالظبط لا زي الولد بالظبط بس البنت بتحب وفي بنات يبقوا أجدع من الرجالة خلي بالك أنا عندي بنات يعني ما يعني البنات وأنت بتغني وهم لا إحنا مش عاوزينك تقلد محمد نوح لا يعني البنات أصل محمد نوح وقف وولاده وراه وبتاع وده جميل فكرة حلوة فكرة أجنبية أجنبية وحلوة وجميلة بس إحنا ما استوعبناش يمكن أو حاجة زي كده أو محمد مش فاضي محمد فاضي لأشياء أخرى يعني استوديوهات وحاجات صوته وهو بيألف طبعا موسيقي بيألف موسيقي وناقد موسيقي انما انت عندك حد ينكر مجهوداته يعني حد من البنات هيغني ان شاء الله يعني ليه ما تبقاش العمليه انا بقى البيئه فنيه وبيئه غنائيه والعود في البيت وماما بتغني وبابا بيغني مش معقول حد طب هل ده يا استاذ وحيد انا هسالك سؤال ده هل ممكن انه تكون الفن هو وراثه مثلا لا مش كده لا يمكن الفن كدا؟ يكون وراثه لابد انه والا ما سالتكش بالظبط انا بسالك بقول لك هل حد تاثر بيك او تاثر بالمدام على اساس ان بنت تطلع مطربه او بتغني على الاقل هو عندنا حضرتك حاجه بيسموها البيئه وللاسف بيقولوا لك البيئه يعني مش عارف المناطق مش عارف لا انا بقصد البيئه المنزليه
من المنزل. يعني انا لو ما كانش في بالبيت عندي انا ابويا شاعر كبير وبيكتب كلام حلو قوي وجدي قبل كده وعندنا عود في البيت وجميع الفنانين كانوا يرتادوا هذا المنزل واسمع منهم وكنت اخد العود من وراء ابويا وانا علمت على العود لوحدي ما حدش علمني اخد العود كده واطلع جمله مش عارف ايه تقول كذا وكذا وكذا يعني انا يعني نموا فيا حته الانتماء الى هذا هذه المنطقه منطقه الفن ولكن فيما بعد الموهبه لازم قبل كل حاجه الموهبه فاذا اولادي كان عندهم موهبه انا ما عنديش مانع بس ما اقدرش ان انا اقول والله بنت لا لا فؤاد ونادية مصطفى مثلا بتغني لا طبعا لا لا, لا, لا ما فيش ولكن لا 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 معلش استوديو زاد فيه حاجات لا في هاك والله انت ايه الطبخه لا 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 خلاص خلاص الله يا جماعه لا في ايه يا استاذ وحيد حاجه يا اخي تحت فوق الجهاز على طول اضربها اضربها اركان اضربها اركان اضربها اوعى بقول لك اوعى خلاص 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 بقول لك ايه انت ايه الطبخه بقى سيبك من كل ده سيب ايه الطبخه نعرف احنا
ايوه ده الزيت. نحط شويه زيت هنا. زيت ايه يا بيبا؟ زيت زيتون زيت دولة. لا 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 زيت عادي. تفضل ايه؟ زيت عادي. زيت عادي؟ اه زيت عادي. انا بقول الزيت العادي. زيت الزيتون ده بيتحط يعني مثلا على السلطه على حاجات زيت يعني. زيت بظروفها؟ مثلا ظروفها يعني. طيب لازم نعمل شويه زيت بالنسبه لل ده اللي هيخش بالفرن طبعا. آه ممكن نحط قبل احنا طبعا هنرصه بالشكل ده. ايوه اتفضل. ايوه احنا اذا رصيناه بهذا الشكل. أيوة. انت معايا؟ اي معاك خالص يا بيه. والثانيه هنا. ايوه اتفضل يا باشا. والثالثه هكذا. ممكن هكذا. عندنا حاجه علشان اقولهم بس للي هيعملوا الطبق ده. اتفضل. يعني ممكن انا كده احط زيت. أيوة. ممكن نخاف مثلا نقول والله ايه ممكن ده يتحرق من تحت بالفرن. ممكن احط تحت ممكن ترانشات بصل. ترانشات بصل. او ممكن احط من الورق نفسه تحت منه برضو ورق العنب عشان يتخاف انه مثلا يقول يلزق ولا مش عارف انه يحط من الزيت. بس يا سيدي. وبعدين وبعدين من بعد احنا ما نخلص الموضوع بيه. ده فضل بيه. انت طبعا اقول لك بس اشرح لك الـ انا قلت لهم الراجل ده ما يجيش هياخد الموضوع كده مالك كده طبخ بجد مالك اللي بتني اتكلم كل بصل وفرش بتاع وفرش بصل اتكلم المهم ايه في الاخر بتطلع ازاي بقى بالاخر؟ ايوه يا باشا ادي الاخر يا سيدي هكذا. بس سعادتك ما قلتلناش على الابيض ده ايه؟ ايوه كده. ايه الابيض ده؟ احنا من بعد ما رصينا الرص اللي قلنا عليها الاول. أيوة. ده طبعا زبادي. زبادي او لبن احنا بنسميه. فهمني يعني كيف. بعد الديكوريشن ده. ايوه تحط طبعا
الله 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 معالق سكينة وحيد شيت يتحكم دي نصيحة خدوا بالكم الطبق دوت طبقنا على الطبق احنا اتفقنا طبق النجوم النجوم طبقنا وطبقكم ضيوفنا يومات يجونا بيجونا ويأكلونا بيقدموا لينا كذا حلقة حقيقي عربي اوروبي جريجي الاكل كله حقيقي هم هم. عربي اوروبي جريجي يا عيني على الصلاة طبق النجوم طبق النجوم طبق النجوم هيدوقكم اه يا بطني كيلو الاكل من قدامي الفرخة رايحة في الحلة سايحة والإسكالوب والشربة شوب طعم الزمان الريحة فايحة في الفرن طايحة طعم البطاطا والكنتالو طعم الزمان والباكابوكو بوكو دمياوي